طبعا هناك سنن أخرى ما ذكرها كالرمل أو الجري بين العلمين، الجري بين العلمين هذه سنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جرى بين العلمين، وقال إن هاجر كانت تفعل ذلك لأن كان واديا بين جبلين، كان واديا اللي هو تشوفه الآن الإعلام الخضر، هذا كان واديا بين جبلين، فكانت سارة عندما تبحث عن هاجر عندما تبحث عن الماء لولدها إسماعيل عليه السلام كانت إذا جاءت هذا الوادي تسرع فيه، فسن لنا أن نفعل مثلها فنسرع في هذا الوادي بين العلمين، وهذا أيضا خاص بالرجال دون النساء.